الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز التسمي باسم فرعون أو اسم لوط؟ لوط عليه السلام نبي من أنبياء الله، تسمي به لا بأس، فقد يكون مستحبا. أما فرعون فهذا لا ينبغي التسمي به، لا ينبغي التسمي بفرعون، نعم، لأنه اسم كافر. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نعم، فرعون، لاحظوا أن فرعون ترى ما هو باسم، لقب. فرعون لقب لملك مصر، كما أن ملك الحبشة يقال له النجاشي، وكما أن هرقل يسمى الملك الروم، وكسرى لملك الفرس، هذه ألقاب ما هي بأسماء. نعم.